اليوم الشعب المغربي ومع أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير على موعد مع ذكرى من أبرز وأكبر الذكريات الوطنية اللي هي الذكرى ديال عيد الاستقلال والأيام المجيدة الثلاثة، يوم العودة ثم يوم الانبعاث ثم يوم الاستقلال، وهي مناسبة اللي كنستحضروا فيها الدروس والعبار اللي كتحملها هذه الذكرى المجيدة ومثيلاتها من الذكريات الوطنية، واللي هي ظاهرة بالأمجاد وبروائع الكفاح الوطني، وكذلك طافحة بواحد الحمولة كبيرة ديال القيم الوطنية وقيم المواطنة الإيجابية والمثل العليا اللي تحلى بها وتربى عليها الجيل الأول ديال المعاهدين للعمل الوطني وديال المكافحين من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية والوحدة الترابية. نحن في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير نحرص دوما على الاحتفاء بهذه الذكريات في موعدها، وتكون كذلك هذه الاحتفاليات عبر التراب الوطني في سائر الفضاءات ديال الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، واللي تعدادها 101 من الفضاءات اللي هي مبتوتة عبر التراب الوطني، واللي الاحتفاليات اللي كتضمن برامج اللي هي تتوصى عليها الحكومة والمنشور ديال السيد رئيس الحكومة اللي كيوجهوا لنا في كل مناسبة وحين. وطبعا اليوم هنا على مستوى الرباط كاين الى جانب الاحتفاليه الرسميه كاين ندوه علميه اللي غادي يتناولوا فيها بعض الاساتذه الاجلاء مواضيع اللي لها علاقه بهذه الذكرى الوطنيه واللي كتستجلي وكتبسط يعني جوانب مهمه اللي خاص تكون تعرف عليها الاجيال الجديده، أجيال اليوم والغد، أجيال الحاضر والمستقبل. نحن حريصون دائما على أنه احتفاليات ديالنا بالذكريات الوطنية خاصة تبقى قائمة وتكون يعني تتميز بما يليق بها من مظاهر ديال الاعتزاز وديال الإكبار وديال الإجلال، يعني تقديرا لأرواح الشهداء ولكل المناضلين كل الوطنيين والمقاومين اللي هما حاو وعطاو وسداو من أجل حرية الوطن واستقلاله، باش تبقى الأجيال ديال اليوم تربى فيها هذه الروح الوطنية والغيرة الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني وبالهوية المغربية تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. لقاء يأتي في ظرفية خاصة يعرف فيها العالم كثير من التغييرات، وبهذه المناسبة يعني نحن اليوم نعمل على إبقاء قيم الوطنية وشرارة الدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية للمغرب، تلك القيم التي يعني رسخت روابط العلائق بين الأجيال السابقة لتؤكد أولا يعني الاستمرارية في الدفاع من أجل وحدة المغرب من أجل بنائه ونمائه. أكيد بأننا بحاجة إلى استمرار تلك القيم الوطنية، لأننا في بلد عريق له ذاكرة له ماضي له تاريخ له ثقافة له هوية، ويمكن أن يلعب الدور الذي يعني يستحقه وجلالة الملك بفضل السياسات التي يقودها يبوئه تلك المكانة والقيم الوطنية. اليوم الأجيال الصاعدة يعني ينبغي أن تتشبع بها وتتشبت بها كذلك كثيرا. دار رضي من البحرين، دبلوماسي سابق، وأتيت هنا في زيارة إلى الرباط لحضور برنامج تدريبي، وكانت فرصة أني أمر على الفضاء الوطني للذاكرة التاريخية والمقاومة، وكان لي الشرف حضور هذا الحفل اليوم الجميل والاستماع لكل هذه الكلمات المتميزة والملهمة حقيقة
والتي يعني أحاطت بنبذة واسعة عن المقاومة وتحقيق النصر والاستقلال. بالحقيقة عشت أجواء يعني مغربية بامتياز، وشعرت بهذا النبض الجميل وهذه الطاقة القوية والمفعمة بالنصر يعني. فشكرا جزيلا لاستضافة يعني لسماحي لكم حضور سماحي بحضور هذا الحفل، وأهنئكم مرة ثانية بهذا العيد المجيد، وأحيي أيضا هذه المقاومة وهذه الذاكرة التاريخية الملهمة. شكرا شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.